تعرف عن شركة كابلس. احنا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، تكنولوجيا التطبع الغذائي. يعني احنا ندعم القطاعات والشركات اللي يقدموا منتجات بجودة عالية واللي تتطابق مع سلسلة التوريد وسلسلة التوريد والإنتاج حسب المعايير المطلوبة. واحنا يعني اشتغلنا اكثر من مشروع الحمد لله، بس مشان احنا نحكي عن القطاع الزراعي، احد المشاريع كان مع الشراكة مع منظمة الغذاء العالمية، حيث دعمنا 600 مزارع محلي في المملكة الأردنية الهاشمية كانوا يجدوا صعوبة في تسويق منتجاتهم، وكانوا يفشلوا وللأسف الشديد يعني في بعض الحالات يصير في حالات تسمم أو حالات مرضية من وراء المنتجات انتجت بسبب ممارسات خاطئة ناتجة عن جهل المزارع أو عدم تطبيق المعايير. فالحمد لله لأن حلول ريكابلس للتطبع الأمن الغذائي اللي هي تعرف في كل سلسلة التوريد والإنتاج في مرحلة، فيتم إدخال بيانات كل مرحلة من البذرة إلى المحصول النهائي. تدخل بيانات على سيستم اسمه ريكابلس فود كارت، وهذا مبني على تكنولوجيا بلوك تشين. اللي بيميز البلوك تشين أي بيانات تدخل في البلوك لا يمكن التلاعب فيها. هي أصلاً يعني التكنولوجيا القائمة على الكريبتو كرنسي لهذا السبب يعني انتشرت، لأنه تدخل بشكل بلوكات إن لينير واي لا يمكن يسموه تامبر بروف. فهذا بيعطي ثقة، يعني الحمد لله جينا بنينا ثقة بين المنتجين والمزارعين والجهات الرقابية إنه كل البيانات اللي دخلت لا يمكن يرجع مثلا صاحب مزرعة يغيرها أو لا سمح الله. ف600 مزارع كل منتجاتهم صارت توصل عن طريق برنامج التغذية المدرسية الوطني ل 90,000 طالب، وحققنا من اثنين مهمين: الغذاء وصل بشكل آمن للأطفال، يعني هذا الشيء أهم، يعني هذا أهم أوتكم. والأوتكم الثاني إنه المزارع صار يقدر ينافس وأرباحه طلعت 40-60%. لأنه منتجه صار مضمون إنه ماشي على تم تتبعه بطريقة مضمونة 100% وحسب الستاندردز الكواليتي والسيفتي المطلوبة من الجهات الرقابية سواء في الأردن كوزارة الزراعة وغيره. ولكن في تحديهم هسه المزارع مشان يقدر يطلع، يعني مشان يقدر ينتج منتجات تطبق الستاندرد والسيفتي ستاندرد والكواليتي بده سيولة ورأس مال، والاكسس تو كابيتال هون عقبة، لانه البنوك اكس بانكر دائما في قطاعات معينه ما نفضلها، الزراعه والمقاولات. المقاولات لاسباب مختلفه، الزراعه بسبب زي ما حكينا المزارعين بيلاد لانوها او ممارسات خاطئه المحصول يس. ففي مخاطر تعتبر عدوه، يعني بالاصل قطاع الزراعه مش لازم يعتبر مخاطر عاليه، الموقف يعني احنا ما بنعيش في قطاع زراعي، بس المخاطر العالية لانه بيجي المزارعين خاصة المزارع يعني اللوكال سمول فارمرز ما عنده الاكسس ريسورسز وما عنده معرفة، فبصير خسارة هاي الفكرة خلص يعني عند البنوك وجميع المصارف. فهذا كان تشالنج. وبس يعني مثلا زي البرنامج اللي طبعا بتطرقوا له البنك الاستثمار الاوروبي مع الشراكه مع الالف استراتيجي، هذه الخطوه الاولى. اول شيء المصرفي ما بيعرف لغه المزارع، والمزارع ما بيعرف لغه البنكر، فلما تيجي تكنيكال اسيستنت هاي بتعزز. واحنا بنشوف لما يكون في زي ديكابولس الشركه المزارعين عم بيتعاملوا معها لغايات تتبع امن وسلامه الغذاء في جميع سلسلة التوريد والإنتاج، هيك البنك بيرتاح أكثر إنه هذا المزارع ماشي as per the required standard محصوله 90-100% رح يكون ناجح ويدخل الأسواق ويباع بالبروفيت مارجنز المطلوبة، يعني والكل هيك بيرتاح وبياخذ المصاري المطلوبة وتو ذا بيست ماركت براكتس بالزراعة. واحنا يعني من الاخر شركه الفيجن تبعتنا نكون مرجعيه عالميه
في قطاع الأمن الإجرائي.